خاصة لبين سبورتس، فند الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي ما يشاع حول رحيله عن فريق بورتو البرتغالي ورغبة العديد من الأندية في التعاقد معه، وأكد إبراهيمي سعادته هو وعائلته بالعيش في مدينة بورتو. مراسلنا ناصر موسعي زار اللاعب في منزله بالبرتغال وأعد هذا التقرير. إلى بورتو زرناه وفي بيته التقيناه، وفيه فتح ياسين إبراهيمي قلبه حصريا لبين سبورتس ويفند شائعات إمكانية رحيله عن ناديه بورتو هذه الصيفة كما تروج بعض وسائل الإعلام. أنا حاليا مع بورتو وأملي كبير في الفوز معه باللقب هذا الموسم، كما أرغب في الظفر معه بألقاب كثيرة، وعليه فما يهمني حاليا هو الفوز باللقب مع بورتو. ابن 27 سنة، تقول الأخبار بأنه حاليا مطلب كثير من الأندية الأوروبية منها جوفنتوس ومارسيليا وإيفرتون وأيضا نيس، لكن الباريسي يعلل رغبته في البقاء ضمن النادي البرتغالي بحبه لمدينة بورتو وتعلق أسرته بالعيش فيها. صراحة نحن سعداء هنا، سواء بالنسبة لأبنائي أو زوجتي أو والدي أو بقية أفراد العائلة الذين يزورونني هنا، فالكل معجب بالمدينة ويستمتع بحرها وشمسها والأمان الذي يعمها. حقا إننا محظوظون بالعيش في مدينة هادئة وآمنة. لم أقرر بعد أين أقضي بقية حياتي، لكن مدينة بورتو هي من المدن التي قد أستقر فيها. لكن هناء العيش وتزايد طلب الأندية عليها لم ينس الدولي الجزائري الإخفاق الذي مني به مع منتخب بلاده الجزائر خلال الدورة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا 2017. لم نستطع تحقيق هدفنا ولم نحقق ولو القليل منه، وهناك أسئلة كثيرة تطرح حتى بيننا نحن اللاعبين. جميعنا كنا نريد تحقيق الأفضل، ويبقى أملي أن ننهض سريعا وبدءا من هذه الصائفة ضد التوغو من أجل التأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة. ياسين إبراهيمي سينتهي عقده مع بورتو بعد موسمين آخرين، وعلى النادي الطامح للاستفادة من خدماتها دفع 50 مليون يورو قيمة فك الارتباط مع النادي.